الحكام المصريه. كابتن فاروق اهلا بيك، منورنا وكل سنه وانت طيب. كل سنة طيب يا كابتن هاني، ودايما منور الدنيا يا حبيبي. منور الدنيا وسعداء جدا بوجودك كالعاده. الاول يعني تقييم كده عام بعيدا عن الكلام الفني في المباراه لاداء الطاقم التحكيمي المصري داخل ارض ملعب في مباراه السوبر. كابتن فاروق، لا الطاقم المصري طبعا قدم مباراة كويسة جدا، بالذات مباراه احنا بشهادة كل اللي كانوا موجودين في الامارات وشعب الامارات والمصريين اللي كانوا موجودين هناك، شهادة غير عادية بطاقم التحكيم. هل كان ليكم ملاحظات، حتى لو مش هتذكرها، كان ليكم ملاحظات بشكل أو بآخر على بعض القرارات حتى لو مش مؤثرة؟ لا خلينا بس نبعد عن كل ما يخص التحكيم تمام من فنيات والحاجات دي، طبعا خالص انت عارف يا كابتن هاني الحاجات دي طبعا غير مسموح بالكلام فيها، تمام لكن خلينا نتكلم على او خلينا نشكر شعب الامارات بالكامل على الصوره الجميله والاستقبال الرائع اللي هم استقبلوا بيه المصريين سواء الاهلي او بيراميدز، الاثنين ده مصر وده مصر، شهاده تقدير وحب فعلا لشعب الامارات ومدى حبه للشعب المصري ومدى يعني مش عايز اقول لك الفرحه اللي حسينا بيها في الاجتماع الفني اللي متواجدين اثنين من الانديه المصريه. ففعلا انا بشكر مجلس ابو ظبي وبشكر كل شعب الامارات على اللي احنا شفناه هناك فعلا من مظبوط. استقبال وحفاوه وحب فعلا لمصر. الفار كان شغال ولا ما كانش شغال؟ الفار كان شغال يا كابتن طبعا من اول دقيقه لغايه ال 120 دقيقه، طبعا الناس دي كانت رايحه تعمل ايه بتاع الفار اللي هم كانوا موجودين. لأن البعض قال إنه كان بالفعل الحكام موجودين ولكن الفار نفسه ما كانش شغال، ما كانش مفعل، فإيه لا 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 الفار التفاصيل في القصة لا دي؟ لا الفار كان الفار شغال من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وعلى فكره الشركه والمعدات والعربيه اللي كانت موجوده على اعلى مستوى فوق ما تتوقع، يعني على تمام. احدث حاجه كانت موجوده كان الفار كله شغال من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه فعلا يعني. وهل تم الاحتكام إلى الفار في بعض القرارات ولو لا 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 بالسماعة؟ لا كان في بعض القرارات كانت بالسماعه كان بياخدها محمود البنا، وانت يمكن هتلاحظها وتشوفها في بعض المواقف يعني بدون ذكر اي حاجه، مفهوم. لكن كان في تواصل ما بين محمود والفار، وكان عندنا اجتماع كلنا قبل ما نغادر الفندق للملعب بوجود الطاقم الاماراتي الاثنين الفار والحكم الرابع، وكانت التعليمات واضحه كل واحد هيشتغل ازاي، وكان كل حاجه على ما يعني كل حاجه كانت ماشيه صح يعني ما كانش في اي مشكله خالص، والفار اشتغل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه فعلا. هو لانه لو ما كانش اشتغل كان ده هيتبلغ بيه لاعبو الفريقين، مظبوط؟ اكيد طبعا كان لو في اي عطل كان على طول هيتبلغ حكم المباراه، كان هيجيب كابتن الفرقه في كل فرقه ويبلغه ان الفار مش شغال. ده طبعا ده يعني ده قلب به في الفار يعني. من ضمن يعني مسؤوليه اللجنه ما بعد المباريات اللي زي دي، بترسل اليكم المناقشات اللي دارت ما بين الحكام في الساحه وما بين مسؤولي الفار او حكام الفار، ده بيوصل للجنه عشان برضو في اطار التقييم، مش كده؟ لا 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 انا ما بصش لو في اصلا في احداث او في مثلا في حاجه مثلا احنا محتاجينها بروح لها، لكن الماتش لما فيش اي في مشكله ولا حاجه ما بتجيبش ولا بتسمحش يعني. وبعدين لو في حاجه كان الفار جابه على طول يعني، كنت هتلاقي ده يترجم داخل ارض الملعب. تمام. لكن مبدئيا كده بنظره عامه برضو بدون الخوض في التفاصيل الفنيه، لم تشعروا ان الفار كان من الممكن ان يتدخل في امر ولم يتدخل؟ يعني الفار لو في تدخل كان هيبلغ محمود البنا على طول يعني، كانت تبقى صوره واضحه للناس كلها. تمام. يعني لو في تدخل من الفار كان هيبلغ محمود بصرف النظر عن القرارات سواء هنا او هنا يعني. تمام، مفهوم. طيب النقطة اللي مرتبطة برضو بالفار كابتن فاروق هي انه اختيار طاقم الفار من الحكام الاماراتيين، وده طبعا الاشقاء الكبار، وده كان بحسب المعلن في اطار البروتوكول ما بين الاتحادين. كان ايه تفاصيل الاختيار ده، وهل كان طلب من الامارات ولا كان طلب مننا ولا كان لا لا امر متفق عليه طبقا للتعاقدات؟ لا يعني احنا يعني في كنا بندرس او بنتفق على موضوع البروتوكول، فقلنا نبدا اولى مراحل هذا البروتوكول اللي احنا نعمل ميكس ما بين حكام مصر والامارات على ان يكون برضو في المعامله بالمثل سواء هنا او هناك، فقلنا نبدا بهذه المباراه يكون طاقم التحكيم من مصر والحكم الفار والاي فار والحكم الرابع من الامارات، ودي اصلا بتلاقيها في ماتشات كتير جدا حتى في افريقيا ممكن تلاقي طاقم حكم من دوله واثنين مساعدين من دوله والفار من دوله، يعني دي اصلا مش حاجه جديده اصلا عشان تطبق يعني.
كان الاثنين موجودين على فكره، بس بالمناسبه عشان الناس تبقى عارفه، ايوه الاثنين الفار حكام دوليين، مظبوط. منهم حكم رايح كاس العالم للشباب مع محمد معروف، والحكم الرابع كان برضه حكم دولي، يعني الطعم بالكامل حكام من حكام النخبه في الامارات. الانتقاد اللي وجه للنقطه دي انه كان الاولى الاستعانه بحكام مصريين من اللي هيشاركوا في مونديال الشباب، باعتبار ان ده ضمن سياستكم لدعم الحكام امام المحافل الدوليه او قبل المشاركات الدوليه. ما احنا عندنا الاثنين اللي رايحين في الشباب يا كابتن، محمد معروف وعمرو الشناوي. ايوه محمد معروف طبعا، ما احنا في حكم مصري محمود البن، تمام. فمحمد معروف هيشارك قبل ما يسافر في مباراه برضه هتكون موجوده في الدوري المصري هيشارك فيها، تمام وكذلك عمرو الشناوي برضه هيشارك في احدى مباريات الكاس عشان نجهزه. تمام احنا برضه ماشيين برضه بالتوازي هنا وهنا. مفهوم، واضحة تماما النقطة دي، ويمكن التوضيحات طبعا دي كلها بناء على تساؤلات كانت طرحت، فعشان كده أنا بسأل حضرتك في النقطة دي. وده هيودينا بقى لما بعد مباراة السوبر، بنشوف نهائي الكاس بتحكيم مصري، بنشوف نهائي السوبر أو مباراة السوبر بتحكيم مصري. هل ده اللي مستمر بما فيه لقاءات القمة الأهلي والزمالك المقبلة؟ كابتن احنا في خلال شهر واحد كان عندنا ماتشين، ماتش نهائي الكاس وماتش السوبر، أيوه ومشينا لقدام. من الطبيعي انك لما تمشي قدام تكمل، مش ترجع تاني لنقطة الصفر، ايوه لان رجوعك لنقطة الصفر ده هيكون فيه تأثير اكيد على الكرة المصرية. خلينا نتكلم بكل صراحة، تمام، لان التحكيم منظور يعني حاجة مهمة جدا. فاحنا مشينا خطوتين لقدام، فهنكمل لقدام ان شاء الله، هنكمل قدام ان شاء الله، حتى مع الاعتراضات اللي بتحصل من وقت للتاني من بعض الأندية بخصوص المباريات الحساسة اللي زي دي. اكيد الاعتراضات موجوده يا كابتن طبعا، يعني اكيد الاعتراضات بتبقى موجوده، وحتى لو في تحكيم اجنبي وفي اعتراضات، لكن ده بيبقى موجود. لكن التحكيم المصري نجح وحكم قبل كده اهلي وزمالك اكتر من مره، حكم نهائي كاس مصر وحكم السوبر، والناس بقول لحضرتك اللي انا شفته هناك اللي الناس فرحانه ان الطاقم المصري موجود. ايوه الناس أيوه. الاماراتيين مش المصريين، خلي بالك الناس اللي من الامارات هناك كانوا فرحانين ان الطاقم المصري موجود هناك، وده احنا شفناه في عيون الناس، شفناه في الفندق واحنا قاعدين، كانوا مبسوطين جدا بنجاح الطاقم بالكامل سواء المصريين او الاماراتيين. ممتاز. اخيرا، وعارف اني سالت السؤال ده مرتين لكن بساله المره الثالثه قبل الختام بعد ما طولت عليك، لا يا المباراه حبيبي كان فيها فار والفار كان شغال 120 دقيقه، نعم كابتن، يعني انا مش عايز اقسم بالله لان مش محتاج ان انا اقول حاجه زي مش كده، لكن محتاج الكلام ده موجود. وعايز اقول لك على حاجه، ان في الامارات في استياء جامد جدا من اللي حصل والكلام اللي اتقال، والشركه هتطلع بيان بهذا الكلام ان شاء الله، وهيكون موجود في مصر ان شاء الله. تمام، انا بشكرك جدا كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية، ونورتنا وشرفتنا، وباذن